Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear viewers, sisters and brothers, and especially you, dear reciters. Welcome to the Art of Recitation of the Holy Quran from Safir TV. As every Monday, we are live from 7 p.m. till 8 p.m. London time. And I wish you enjoy watching this live program from Safir TV. And before we start our first part of our program, which is the recitation of one page of the Holy Quran, I congratulate the arrival of the holy month of Ramadan, which will be in 2 or 3 days, inshallah. I wish you enjoyed this holy month of Ramadan, because this month is the month of the Holy Quran, and I wish you dedicate your time in the recitation of the Holy Quran, and at the same time, interpretation and knowing the meaning of this holy book. So I'm going to start the recitation of page 21 from the Holy Quran, Surah Al-Baqarah, ayah number 175 till 141, page number 21. And inshallah, after the first part of our program, we will have two guest reciters. One of them is one of the greatest researchers and also reciters of the Holy Quran, Ustadh Karrar Al Salemi. He will join us inshallah after break, and he will come in the studio. And the second guest reciter, who is the guest caller reciter, he is one of the youngest reciters, and he will call us from Lebanon, brother Hussain Saleem Saleh, and inshallah we will listen his recitation as well. So we are starting our program by the recitation of the page number 21. Please open your Quran. I'm going to recite this page in tarteel, and then inshallah a surah from the end of Quran, and that is Surah Al-A'la. Inshallah I will going to recite for you as well in tahqeeq. So open your Quran, page number 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا قل كونوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد. I'm going to recite Surah Al-A'la, page number 591. Please open your Quran. I'm going to recite this surah in tahqeeq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قد
الدار فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد. Thank you very much, dear viewers. We are due for a break, and inshallah after break we'll see you with our guest reciter, one of the teachers in the recitation and specifically in the memorization of the Holy Quran, brother Ustadh Karrar al Salemi, and inshallah he will join us. And as well, we'll have a young reciter from Lebanon, brother Hussain Saleem Saleh, and inshallah we'll listen from him as well. Stay with us, we'll see you after a short break. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, dear viewers, sisters and brothers. Welcome back to the Art of Recitation of the Holy Quran from Safir TV. As every Monday, we are live from 7 p.m. till 8 p.m. And at this time, we are really delighted to have with us one of the greatest teachers in the memorization of the Holy Quran, Ustadh Karrar Al Salemi. I take this opportunity to say salam to our dear respected reciter and Hafiz, the memorizer of the Holy Quran, brother Karrar Al Salemi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Dear Sayyid Jalal, thank you very much. Welcome to the Art of Recitation of the Holy Quran. And you have your camera and as well your mic, so you can say to salam to our dear viewers and introduce yourself to our dear viewers. Thank you. Assalamu alaikum all. I'm honored to be in this place today among such renowned reciters who attended this program in the past, and my dear Ustadh Jalal as well. My name is Karrar Al-Salemi. I'm from Iraq. I've been blessed by Allah that I learned a bit of Quran recitation rules that I could apply and I could use to teach young generation
our youths, Muslim youths, for the past 7 years, alhamdulillah. And I've learned memorization as well, some memorization technique that I could use as well in the classes. And I'm delighted to share it with our dear audience, inshallah. Ahsantum, thank you very much, dear brother Al-Salemi. Usually the reciters and the memorizers, they are coming here, they have a specific gift for our dear viewers. I want to see, what do you have for our dear viewers? Do you have any part of Quran or anything else? Inshallah, we'll be very delighted. Inshallah, inshallah. The whole Quran is gift. It's one piece of gift, alhamdulillah. And wherever you touch upon Quran, you get the light and the blessing. Ahsantum. As especially as we approaching the holy month of Ramadan, inshallah, everybody will be tuned to the life and to the spirit of Quran, inshallah. I've chosen a page for you, inshallah, to recite in this program, and then we can talk more about. Yes, inshallah. Which page do you want to recite, inshallah? It's page 362. Okay, dear viewers, please open your Quran, page number 362, Surah Al-Furqan, brother Karrar Al-Salemi is going to recite for us. Go ahead, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أحسنتم ما شاء الله أستاذنا العزيز ما شاء الله very nice recitation and of course you have chosen the proper verses specifically for welcoming the holy month of Ramadan, specifically that ayah number 30 is very important. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Very nice, inshallah we'll discuss about this. Inshallah. Thank you very much for your nice recitation. We go to Lebanon and we have with us one of the young reciters from Lebanon, brother Hussain Saleem Saleh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
مولانا العزيز، هل يمكنك أن تعرف نفسك إلى مشاهدين الكرام؟ نعم، أنا حسين سليم صالح من لبنان، Okay, I asked brother Hussain Saleh to introduce himself, so he is from the south of Lebanon. متى وأين بدأت بتلاوة القرآن مولانا الحسين؟ سيدنا بدأنا منذ النشأة كلنا شيئا فشيئا. Okay, when and where did you... وكان بمساعدة الأهل والوالد والوالدة. ما شاء الله، ما شاء الله. So I asked brother Hussain Saleh, when and where did you start the recitation of the Holy Quran? So يعني أنت بدأت بأي سنة؟ مولانا تسمعني؟ نعم. أوكي، متى وأين بدأت بتلاوة القرآن الكريم؟ أين بدأت؟ نعم، في أي سنة؟ يعني في كم كان عمري عندما بدأت؟ نعم 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 نعم. How old you were? Yes. تقريبا 7 سنوات 8 سنوات كان بدأت أصعد المنبر. ما شاء الله. When you were about 7 to 8, brother Salemi, you can help me in this case because, okay, of course, my Arabic is not perfect, but you are here, inshallah. You are from Iraq. So, من هو الأستاذك الأول? Who was your first teacher? أستاذ الأول يعني كان عندي صديق خاص يعني كان هو أستاذ في التجويد في علم تجويد القرآن الكريم. وأيضا بالنسبة إلى الأنغام كنت أسمع منذ الصغر يعني للقارئ الأستاذ الشحات محمد أنور. ما شاء الله ما شاء الله. So he's mentioning that he started with one of the greatest reciters in their country in the south of Lebanon, and regarding to the melodies, he usually from the early ages he started to listen to the recitation of Shahad Muhammad Anwar. مولانا ممكن أن تقرأ من آيات الله البينات؟ نعم. أي سورة أنت تحب أن تقرأ إن شاء الله؟ إن شاء الله تعالى أواخر سورة آل عمران المباركة. Okay. صفحة رقم 75. Okay, brother Hussain Saleh is going to recite from the end of سورة آل عمران. Please go ahead. تفضل مولانا. الخدمة تقريبا كم وقت عندي تقريبا؟ 5 دقائق إن شاء الله. نعم نعم بالخدمة إن شاء الله. شكرا لكم. Thank you very much. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. ولله ملك السماوات والأرض. والله على كل شيء قدير. الله الله الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الله الله الله. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله الله الله. ما شاء الله ما شاء الله. الذين يذكرون الله
قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. الله الله الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله 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 أكبر ما شاء الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الله الله الله. وعلى جنوبهم ويتفكرون يرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. الله 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 الله. جميل ما شاء الله ما شاء الله. أحسنتم أحسنتم. سبحانك فقنا عذاب النار. الله الله الله. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. الله الله. سبحانك فقنا عذاب النار. الله الله. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. ربنا إنما سمعنا مناديا ينادي للإيمان. الله الله الله. الله أكبر الله أكبر. ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. الله الله الله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الله الله الله. امين امين يا رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الله الله الله. امين امين يا رب العالمين.
ربما وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. ولا تخزنا يوم القيامة الله إنك لا تخلف الميعاد. أحسنتم ما شاء الله. خلق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أحسنتم ما شاء الله ما شاء الله. Very nice recitation. شكرا جزيلا مولانا حسين سليم صالح from Lebanon, from the south of Lebanon. Mashallah, very nice recitation. I ask our colleagues if they can extend the time of life because we haven't asked many questions from Brother Salemi. Please, if we can extend the time of life show so we can ask some questions from Brother Saleh and as well Brother Salemi. Maulana Hussain Saleh, ma hiya mihnatukum وماذا تعمل؟ أين تعمل أنتم؟ أنا الآن طالب علم في الحوزة العلمية. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. So you are a student. Good. ما هي توصياتك للقراء القرآن الكريم؟ أنا أوصي نفسي أولا وأوصي أحب القراء لأن يكون القرآن الكريم يعني استاذا لهم بكل ما بكلمة من معنى بأن يتدبروا في الآيات الكريمة التي يتلونها أن يطبقوا هذه المفاهيم القرآنية في حياتهم العملية. Okay, we have to. يأخذهم هذا القرآن. Okay, we asked about. إلى القيامة. أحسنتم أحسنتم مولانا. We asked brother Hussain Saleh about his recommendations and advices for our dear reciters. So he mentions that the main things is about to, of course, taqwa Allah, so for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and as well knowing the meanings and specifically understanding the meaning of the Holy Quran and focusing on the meaning. Mawlana al-Aziz, who is your favorite reciter? ما من هو القارئ المفضل لكم؟ الواقع الشيخ الشحات محمد أنور كنت أستمع له منذ الصغر يعني كان عمري واقع 3 سنوات 4 سنوات وكنت أستمع له لأن يعني عندي في العائلة إخوتي كانوا يستمعوا له يعني نشأت وأنا أستمع له بدون أن أقصد أن أستمع له. ما شاء الله. وبالفعل نشأت وأنا كنت محب لأسلوب وقراءة الشيخ محمد أنور. ما شاء الله. القراءاتكم مال هذا الليلة كلش كان بطريقة شحاد محمد أنور ما شاء الله حلو. His favorite reciter is أستاذ شحاد محمد أنور رحمة الله عليه. And of course he started even when he was about 4 years old. He was listening, he and his family, with the recitation of Ustaz Shahad Muhammad Anwar. Okay, Mawlana, shukra lakum. I want to confirm with our colleagues if we inshallah we can extend because we have many questions from brother. Okay, Mawlana, Ustaz Karrar Salemi عنده سؤال. تفضل مولانا. السلام عليكم شيخ حسين. عليكم السلام ورحمة الله. وفقكم الله وإياكم إن شاء الله بكل خير. أكيد شخص مثلكم يقوم بأعمال تدريب الشباب الأصغر عمرا، فهل لكم خدمات في هذا المجال؟
صحيح صحيح، نعم في الحقيقة العلم يعني يطلب من الحلقات يعني الأبواب الأولى الدراسية الأولى أتابع معهم القرآنيات، يعني التنغيم أنغام مثلا تزويد من القرآن. وهل تذهبون إلى المدارس لتعليم المشاركة في تعليم الصغار مثلا لترغيبهم في دروس القراءات؟ نعم، عندنا الحفظات العلمية أيضا في شيء القرآن يأتي دائما، يكون عندنا في كل بين فترة وأخرى يكون هناك دورات تدريبية أيضا نتابع فيها، وأيضا في يعني بالمساجد بالأندية بالحسينيات أيضا دائما. جميل جميل، يعني نحث الإخوة على هذا الأمر، والحمد لله يعني هذا الأمر كل ما هو إلى أحسنتم مولانا. شكرا لكم مولانا حسين صالح من لبنان. إن شاء الله ممكن نراكم في برنامج إن شاء الله آتي. شكرا لكم. إن شاء الله تعالى حبيبي. مع السلامة. مع السلامة. شكرا لكم. So brother Salemi, of course you have to translate your question as well. So I want again to ask our colleagues to extend our time, so we have many questions from you. Inshallah, later on I will ask your question, because you asked about his activities in the community. But of course you mentioned he is doing something in mosque and as well classes. About you yourself, when did you first start the recitation and hafiz of the Holy Quran? I myself started late in my life, but with Quran nothing is late. It was about 2008 or so that although I was established in my life, had a family, business, but with Allah's blessing, I managed to attend simple classes of recitation rules. I don't have much experience in voice and melody, say Jalal, but I started to learn how to recite Quran with ahkam. Mashallah, mashallah. Although I was a Quran reader since my childhood, but when I understood that Quran needs some ahkam, I did not hesitate to join, although I was late in my life. Okay. I attended the simple courses, then I heard that there are some other courses for memorization, so I joined in. So do you have any courses you yourself to teach the students, and how do you teach them the memorization? I of course managed to join the staff in the Islamic Center in England, London, and was one of the teachers who took the responsibility to teach Quran and memorization. And with the technique of memorization, Sayyid Jalal, you have to choose either according to age or according to where you start from Quran. If it's part 30, it's different from beginning of Quran. Definitely, yes. So some techniques involved to make the job easy. With adults, you can adopt more robust technique, which works longer in the long run. With younger ages, you have to use other techniques like repetition more, like you have to repeat and repeat until they pick up the sound and the voice of the ayat, of the verses. So techniques differ from age to age and from what you intend to do. Good. If it's long surah or short surah, if it's beginning of Quran or from the end of Quran, right? Good. So you mentioned that you taught at the Islamic Center. You taught just memorization or? I taught recitation rules and akhlaq and memorization. Who was your first teacher? My first teacher in memorization was Mr. Rahimi. Good. May Allah bless him. He was a memorizer of the whole Quran. Fortunately or unfortunately, I didn't stay long with him, but I was fortunate that I was
able to attend his courses, but it was only it lasted only for a few months. Good. And then it stopped, but I carried on the job myself. Yourself. My interest pushed me at home that I spent hours to learn. Did you memorize the whole Quran? I haven't yet, inshallah. Inshallah, this is my ultimate goal in life, that I will finish my How many ajzah have you memorized till now? So Jalal, they say memorization is not important, it's how much you acted by these verses. Good. So just memorization is a good technique. It's a good technique to educate yourself. But at the end of the day, it's how much you practice of these ayat. Well, I at peak of my memorization, I reached 3/4 of the Quran. But I had to stop at one point because I had to do academic studies, and I have now to go back and revise some of those parts that I need to re-memorize again. With memorization, you have to do the job regularly. Good. You cannot memorize once and that's it. But gladly, at one point, I reached page 450. MashaAllah. Alhamdulillah. MashaAllah. More than halfway. More than halfway. Any reciters, of course, we wanted to invite you and your wife, but inshallah, maybe we invite you together with inshallah, your wife. Inshallah, so one day my wife was the source of motivation. She grabbed me to those courses. She encouraged me to go because she knew about myself. So she's a reciter as well. I mean, she teaches in Quran, and she introduced me to those classes. She asked me to join, and she was a great support to me. Awesome. I had to spend hours at home each night, closing the door just to practice the first surat, big surat. At the beginning, you have to build hard, and then it becomes easier. Ahsantum. Because of the shortage of time, we have to cut and we have to say goodbye to you in this program, but definitely we'll invite you and with your wife, inshallah, promise you and your wife, inshallah, will come and inshallah, we'll have you together. On behalf of our program and the Art of Recitation of the Holy Quran, Safi TV, there's a gift to you, inshallah. Thank you very much. Thank you very much, brother Salemi. Thank you very much, dear viewers. And inshallah, you will be, inshallah, our next guest reciter in the studio. We'll see you, inshallah, next week. I wish all the best. Have a good Ramadan, inshallah. Thank you very much. Bismillahir Rahmanir Rahim.